اخبار اليوم. دكتور اجلال فؤاد مدير الصيدليه الساعه القاهره. تمام. بماذا تردي على من يقول ان هناك نقص شحات في البان الاطفال؟ لا يوجد نقص في البان الاطفال. شائعات. اللي ناقص موجود نقص في صيدليات القطاع الخاص. الصيدليات القطاع الخاص الكميه اللي توجد بها قليله. فالناس متكالبه على صيدليات الشركه المصريه لتجاره الادويه. فقط. كام الكميه؟ ما عنديش فكره هي كام. اللي بتوصل ل ما عنديش فكره، بس اكيد الكميه قليله. بتتعاملوا ازاي مع وزاره الصحه يا فندم؟ كصيدليه قطاع اعمال يعني. انا كيفيه التعامل؟ انا منفذ بيع، انا بطلب اللبن من مخازن بتاعتي بتاعت الشركه المصريه لتجاره الادويه. طب الناس بترد بتقول حتى بره لما كنت انا قدام الصيدليه بيقولوا انه مش موجود، ده موجود الساعه 5. عشان خلص عندي ضغط رهيب، الكميه اللي عندي احط اللبن فين؟ احطه في الشارع او في القصر او يعني هحط اللبن فين؟ ما انا محدده بمكان. المكان ده اللبن بيجي لي يوميا ما بيقعدش بيخلص بيجي لي 200 كرتونه يوميا بيخلصوا يبقى فين النقص اللي في اللبن؟ يعني 2400 علبه لبن بتخلص في يوم ما بتكملش 24 ساعه ونفس الموضوع في المخازن امال المخازن الرئيسيه اكتر من كده بكتير في شبرا في الشكاوي كميات بتوصل بتبقى ضعف طبعا اضعاف الكميه وبتخلص الناس متكالبه على اللبن بطريقه رهيبه مفيش حد بيرضع مفيش رضاعه طبيعيه في حاجه غلط